بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال البظفاري، يحييكم في مقطع جديد مقاطع التعلم مع جمال. طبعا راح أقارن بين مكيف جري على اليسار وميديا على اليمين، كلهم غاز 410 وحجم الأجهزة هذه طن ونص. طبعا أولا الجري، هذا الموديل جري ار 4 ماتيك ار 18 سي، هيئة علامة الجودة هيئة الإمارات المواصفات عطت هذا الجهاز 4 نجوم، سعة التبريد 15200 بي تي يو على تي 3، يعني عند ارتفاع درجات الحرارة يعطيك 15200 بي تي يو، والاستهلاك السنوي للطاقة 1788 واط كيلو واط. ميديا هذا موديل الجهاز، زين هذا الموديل غاز 410، هيئة الإمارات أعطته 4 نجوم، ألف سعة التبريد 15874 على التي 3، والاستهلاك 18027، يعني استهلاك الميديا أكثر ب40 واط تقريبا، يعني لمبة إضاءة مصباح نفس هذا، شفتوا واحد ليت الميديا يستهلك كهرباء أكثر من الجري، ولكن يعطيك سعة تبريد تقريبا 600 بي تي يو، 600 بي تي يو أكثر من الجري. إذا الميديا تفوق في خاصية التبريد واستهلاك الكهرباء على التي 3. نجي على التي 1، التي 1 راح نحصله هنا تقريبا، راح نحصله على الغطاء. التي 1 التي 1 هذا التي 1 تي 1 كولينج، التبريد على التي 1 يعني في الشتاء في الربيع في عند انخفاض درجات الحرارة تحت تقريبا 35 يعطيك 18000 بي تي يو، هذا الجري. زين نشوف الميديا، الميديا يا ميديا ان شاء الله تكون مكتوب انت اوكي. هذا الميديا، الميديا ايضا يعطيك وين التي 1، هذا التي 1، التي 1 ميديا يعطيك ايضا 18000 بي تي يو، اذا ما في اي فرق بينهم اوكي. الفلتر للجري، هذا الفلتر للجري، الفلتر للجري عشان نقيس عرض وطول الفلتر. دقيقة زين خليني بس اثبته. الفلتر في حدود تقريبا 30، لو قلنا 30 تقريبا 30، لانه شوي معوج يحتاج الى 30، 30 في 35، إذا الفلتر هذا الطول في العرض 30 في 35 قطعتين. الميديا، الميديا يا ميديا واضح إنه أكبر الميديا طبعا، اسمحوا لي شوي بس. الميديا تقريبا حدود 36، تقريبا 36، 36 في 40، 36 في 40، يعني صفحة أو غطاء هذا الجري مع الميديا يتفوق الميديا في كمية الهواء أو الغلاف هذا الخارجي، راح يكون أكبر شفط للهواء زين من الجري. إذا تفوق الميديا، الحين الميديا تفوق في ناحيتين بخصوص سعة التبريد واستهلاك الكهرباء وأيضا كمية الهواء اللي راح يعطيك إياها. نجي الحين أيضا لشيء مهم اللي هي المروحة، هذه المروحة، هذه المروحة زين، أو مثل ما قالوا بعض المتابعين قالوا بلور، يسمونه بلور. المروحة هذه في
الميديا، هذا ميديا 82 سنتي، طولها 82 سنتي، اوكي، ولونها ازرق، ما اعرف شو الالوان هذه صراحه. لو جنرال اسود، هذه لونها ازرق. الجري، هذا الجري، المروحه طول المروحه 70 ونص، يعني في فرق تقريبا 10 سنتي للميديا. الميديا مروحته اكبر من الجري، اذا ايضا يتفوق الميديا. نجي ايضا نشوف هذا الحوض، هذا الحوض طبعا اكيد راح يكون الحوض اكبر في الميديا، هذا تقريبا في حدود 36، تقريبا حدود 36، وهذا الحوض يعني مع الارتفاع في حدود تقريبا 32 31. زين، اذا ايضا الميديا تفوق. عرض الحوض، طبعا عرض الحوض ما يحتاج راح اقيسه، لان عرض الحوض راح يكون متناسب مع المروحه، وبالتالي الطول وعرض وارتفاع الحوض للميديا افضل من الجري. المروحه، نجي للمروحه، طالما ان عندنا المروحه هني او الـ شو يسمونه هذه البلور، هذا اكبر في الميديا. المروحه هذه طبعا لازم تعرفون ان هذه المروحه نوع اي سي وليس دي سي، يعني تاخذ كباستر مكثف، المكثف هذا موجود على هالشكل. شوفوا هني في مكان يركب فيه، هذا المكان يركب فيه هذا، زين، مشغل المروحة تركب في هذا الجهة، اذا بتدور لها دور لها في هالجهة. زين، هذا هو كله للمروحة لانه اي سي وليس دي سي. المكثف هذا 3 مايكرو فاراد، زين، هذا كله لتشغيل المروحة، هذه القطعة لتشغيل المروحة. اذا المروحة عندك مثلا اختربت او ضعيفة، يحتاج انك يا انك تبدل المكثف هذا وتبدل القطعة كاملة، هذه موجودة هني، وكلهم الاثنين اي سي. هذه اي سي المروحة، هذه يا طويل العمر، خلنا بس شوي اقلب. زين، هذه المروحة 220 فولت، 240 50، 45 وات، 45 وات، 45 وات فور بول، تاخذ 390 ملي امبير، 3.9 ملي امبير. زين، هذه المروحة 45 وات وتستهلك 390 ملي امبير، والصنع صيني طبعا، هذه الشركة شنغن ما ادري شو، هذه الشركة مشهورة طبعا في الصين في صناعة المراوح. اوكي، نجي للجري. الجري نفس المروحة، اوكي، دقيقة، هذا الكرت مالها، هذا وينه، وينك يا الحبيب، وينك يا الحبيب، هذا زين، هذا هو الكباستر تشغيل المروحة 3 مايكرو فاراد، نفس الشيء، ولكن جاي على البورد كامل، جاي لاصق على البورد كامل، يعني إذا تبغى تصلحها لازم نطلع البورد كامل. الجري لا، فقط تشيل البورد الصغير مال المروحة وتصلحه. إذا يتفوق أيضا الميديا في تصليح البورد. المروحة أيضا اي سي مثل ما قلت، اي سي، هذه نفس الشركة شنغن منغن ما ادري شو، هذه المهم الصينيين هم يعرفون انفسهم. هذه المروحة اوضحها شوي ان شاء الله، زين، نفس الشركة المصنعة تقريبا، نفس الشركة مشهورة في التصنيع، 240 فولت، زين، 35، هذه 35 واط، يعني أصغر من الجري، 35 واط أصغر من الجري، وتاخذ 350 ملي أمبير. إذا المروحة في الجري أصغر من
الميديا. ليش؟ لأنه هذا البلور صغير فما تحتاج مروحة كبيرة، لكن ممكن تركب لها، ممكن ما أدري، ما أعتقد المروحة يبين أنها أصغر، هذه صغيرة. حتى لو قستها أنا، دقيقة، حتى لو قستها راح أجدها أصغر. هذه المروحة تقريبا 7 سنتي، زين، المروحة 7 سنتي كامل، 10 سنتي مع الربلات الميديا، زين، المروحة فيها 11 سنتي مع الربلات، وروحها 9 سنتي، يعني المروحة أكبر، مثل ما قلت المروحة أكبر. زين، شبك التبريد، شبك التبريد للقري، الله يحفظكم. هذه الصفحة 10 سنتي، لا مو بعشرة سنتي، 7.5. أوكي، خذها من النهاية، 7.5 × 76، هذه 7.5. أول واحدة هذه جاي على الفي شيب، تقريبا في شيب، زين، 7.5 × 76، وهذه أيضا الطبقة الثانية تقريبا 12 × 76 أكيد، والطبقة الثالثة، هذه الطبقة الثالثة، هذه الطبقة الخلفية جاية 12 سنتي. إذا 7 12 12، زين، هذا الفي شيب، هذا جاي في شيب كذا، هذا ما يحتاج لأنه راح يكون صغير. الميديا، نجي للميديا، الميديا 9 سنتي تقريبا، الصفحة الأولى 9 سنتي، لا مو 9 سنتي، لا ولا 8.5، الصفحة الأولى 8.5، أكبر من القري، العرض أكيد راح يكون أكبر، يعني 87 أكبر. الصفحة الثانية، هذه الصفحة الثانية جاي 13 سنتي، زين، أكبر من القري، زين. الطبقة الثالثة هذه الجاي على الفي شيب تقريبا 12 سنتي، أوكي، متساويين. هذا طبعا الكارت مال الميديا، زين، جاي مثل ما قلت أنا قطعتين، قطعة خاصة بتشغيل الوحدة الداخلية والخارجية، زين، وقطعة خاصة بتشغيل المروحة، جاي قطعتين، هذه يركب هنا، زين، يدخل بالداخل هنا شوي، يدخل هالطريقة، راح تدخل هنا، زين. إذا جاي قطعتين، يعني إذا اختربت عندك المروحة سهل إنك تبدل فقط هذه القطعة، ما يحتاج الكارت. الميديا أو القري، زين، هذا القري جاي قطعة كاملة، كرت كامل، زين، أوكي، ولكن التشغيل يكون بالريلي أو الكونتاكتر، التشغيل بالريلي. الكرت غير جيد مقارنة مع الميديا، الميديا أفضل، ولكن التشغيل الكونتاكتر أفضل من الميديا. أيضا القري فيه شاشة تركب في القطع الأمامي، في شاشة، هذه الشاشة جميلة جدا، زين، تعطيك ألوان وتعطيك ما أدري شو الوضعية، شاشة جميلة جدا، زين، مقارنة مع الميديا شاشته أيضا كبيرة، هذه الشاشة راكبة هني، بس ما فكيتها صراحة، خليتها لأنه مش من اهتمامي، زين، تجي هنا ظهر لك بعض القياسات. القري في خاصية، شو يسمونه هذا؟ هذا بلازما، ما أدري شو، جنريتر، بلازما جنريتر، يركب هنا، يركب هنا يسوي لك بلازما. أنا ما أعرف شو البلازما صراحة، شو البلازما، شو أهمية البلازما، شو اللي يسوي لك البلازما، لكن مع الأجواء اللي عندنا صراحة راح، ما أدري،
ممكن راح يخترب أثر شغلته شغلة، ما أعرف صح. أنا ما جربته، إذا حد جربه وشاف أنه مفيد يخبرنا عنه، وإذا حد جربه وشاف أنه غير جيد أيضا يخبرنا عنه. الشيء الثاني، أو قبل ما أختم، تشوفون الهوز شوي كبير مقارنة مع القري، هوزة صغير. وأيضا قبل ما أنسى، عندك هذا الموزع، موزع الغاز أربعة فقط، عندك 1 2 3 4 مقارنة مع المستبيشي الأو جنرال. زين، أيضا الميديا في 4، الميديا بعد نفس الشيء في 4، ما في زيادة، 1 2 3، لا 1 2 3 4 فقط، 4 موزعين، ما في أشياء إضافية. زين، ما في شيء، 4. أوكي، فقط هذه حبيت أن أخبركم. أعتقد في اعتقادي أنا شخصيا أعتقد أن الفايز الميديا مقارنة مع القري، يفوز الميديا، يفوز 100% يفوز. لكن مثل ما قالوا بعض الأخوان، نبغي نجربه، نشوف تبريده واستهلاك الكهرباء. طبعا راح يبين كل شيء أثناء التشغيل، والضوضاء ما ضوضاء، ولكن ليس الآن. إن شاء الله في المستقبل إذا ركبت الوحدات، لأني مو بجاهز إني أركبهم، إذا ركبت الوحدات راح إن شاء الله أنشر لكم الفرق بين الاثنين هذول، راح يبين معاكم كل شيء. ما أعرف هل هذا المقطع راح يكون جيد ومفيد لكم، وأنكم راح تحددون أنه والله الميديا أفضل أو القري أفضل، لأن كثير أكثر الآراء صراحة صبت في ناحية الميديا، وبعض المتابعين قالوا القري. على فكرة يعني ممكن القري هذه شركة صينية، أكيد أنها شركة صينية، لكن الميديا أعتقد الميديا أنها شركة تابعة للأو جنرال، تقريبا للأو جنرال، وتصنع، نعم تصنع في الصين، ولكن منافس الأو جنرال. مثلا وضعت هذا أو هذه الوحدة، هذه الميديا وضعتها، ممكن، أنا مو متأكد من هالمعلومة، كمنافس للقري وللشركات الصغيرة التي داخلة في السوق. لأن طبعا الأو جنرال، هذاك الأو جنرال راح أرويكم إياه، زين، الأو جنرال طبعا هاي كلاس صراحة، يعني لا يعلى عليه، أنسى موضوعه. إذا فقط راح نقيس الغطاء هذا، يعطينا 114، يعني متر و14 الغطاء، فقط الغطاء أساس تعرف حجم الأو جنرال مقارنة مع هذه الأغطية، 114 مقارنة مع هذه الأغطية. هذا الغطاء 95، يعني في فرق تقريبا 20 سنتي أو 25 سنتي. هذا الغطاء تقريبا 1.8 متر، عندك تقريبا حدود 15 سنتي. أوكي، وفي أشياء أخرى طبعا تميز الأو جنرال عن البقية هذولا. هذا فقط حبيت أني أخبركم. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا.